بهدف جميل جميل من ضربه ركنيه كانت هي اصلا يعني ممكن تبقى هدف. ادي مروان، وقلت لكم في البدايه الولد دوت بتاع فرص ونهاز فرص وخطر، انما ما هواش بالسرعه الكبيره اللي يبقى في ال 18 لوحده، انما خطاف. ومروان محسن لاعب بتروجيت يحط هدف في الدقيقه 37 من زمن الشوط الاول بعد فصل من كره سريعه جت منها ضربه ركنيه وتتلعب الكره اهو، شهاب اهو يلعب. الله يا ولد، ولا اجدع لعيب ولا على بجريشة ولا الدنيا كلها تعزمان في العاب الهوا. بصهم جميله جميله مروان، وهدف جميل جميل اهو مروان محسن. يبقى النتيجه 1-0 لصالح المنتخب الاولمبي. هنا بقى هنبدا مباراه جديده. يا حد يقول لي يعني ايه؟ اقول له التانيين هيكسروا على انيابو، هيقول لي هو طبعا ما كانوش بيكسروا.